فيه قصة أنا يمكن أوردت جزء منها قبل فترة وما أكملتها لأن القصيدة الأبيات ما حفظتها زين. فكان فيه رجل ورجل بارز يعني في فعوله وجيده وطيبه وشجاعته، يقول حتى من ضمن مواقفه إذا العرب جو يشدون قديما يقول له الحريم كانوا يركبون اللبن يحطونه اسمه بقل نظير علشان يسهل شيله، هم يركبون الحليب يعني لو يشيلونه مكلف يعني، لكن إذا حطوه لتيح يسهل شيله معه. فيقول شبن على اللبن وخلينا أنا زيد حطبه وتابعوا أنت تشيلون بيوتكم، يعني كان رجل وفارس وشجاع. فالأخت وتحبه حب موت، أختها تحبه اسمه زيد تحبه حب، فكبرت وهي وياه وتزوجه وهي تزوجت، ويوم تزوجت جالها ولد قدر الله عليه وتوفى أخوها زيد، فأخذ قلبها خيب. فقال ولدها يا يمه أنا إن شاء الله بيجي لي ولد، وإذا جاء ولد بسميه زيد وإن شاء الله يجي مثل زيد أخوت. قالت الساعة المباركة. فحملت زوجت ولدها وجابت ولد وسماه زيد. ويوم سماه زيد انتظروا زيد الشهر الأول، يا والله تعبان شوية صحيا يعني. إيه يمكن هاك الحين ما يعرفون مرض التوحد، والله ما يعرفون، يقول عفنة ما اي اسم من الماء اي وشكله الرمات احد يقول عفنا واحد يعني الاولين اي نعم. المهم جاء له سنه كم سنه ما هم مثل زيد. فقالت هي برضو رجعت على حنينها على اخوها فيسمعون يا زيد يا زيد يا زيد. فقالت لها ابيات جميله تقول يوم سمعت واحد انها تقول يا زيد ما انت بزيد لو جيت اناديك، ما هو بلا حسك ولا هو بحلياك، اسمك على اسمه والحلى ماي حاليك، يا بعد فرقه عندنا ياك، وقصاك الله من اللي فيك يا زيد يشفيك ويعوضك يا زيد في كل ما جاك، يا ليت اللي قدره بها اقدر اداويك، لكن اشوف ان علي يصعب ادواك، ما عند الا ذكر غال يساميك ابتيه لا من التسراني ابتاك ابتيه لا من التسراني ابتاك اسمع على اسمك ابتيه لا من التسراني ابتاك منساه لو باسمك ينادي مناديك، هذا علمي لين اودعك وعفاك سلامتكم. الله يسعدك عايض ما شاء الله تبارك الله دائما جميل، الله يجملك وتزداد جمالا وروعة وإبداعا، الله يجملنا ويجملكم. آمين آمين آمين. هذا بعد